مسلسل يتذاع على قناة واحدة. يعني أنا بشوف إن أولا الناس بتتفرج على كل حاجة، لكن ظروف الناس مختلفة في رمضان. في اللي بينزل صلي التراويح، في اللي ما بيصليش، في اللي بيصلي ويرجع ينام وبعد كده عايز يتفرج على حاجة بالليل. وأنا متأثر جدا بالتجربة بتاعت الديلي، إن كان المسلسل متوزع على قنوات كتير، فلازم أنت هتلاقي المسلسل قدامك. فأنا بصراحة كنت أنا بميل دايما إن المسلسل يبقى متوزع على قنوات كتير، لأن ده بيحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا. لكن المسلسل يبقى على قناة واحدة بيبقى موضوع صعب جدا. وطبعا احنا مسلسل بابلو، طبعا السوشيال ميديا دلوقتي بتساعد في انها تعوض الموضوع ده، لكن برضو بقت المسلسلات مش متاحة على اليوتيوب او على الحاجات دي، بقت كلها في ابليكيشنز برضو. بس بقى في حاجه بتضرب يعني فاهم، فبقى يعني ايه في توازن شويه في ان الناس تتفرج على مسلسل. لكن طبعا انا كنت بعرض على قناه المحور، بشكر طبعا كل القائمين على قناه المحور على الدعايه او مجهود اللي كانوا بيعملوه جدا عشان القناه المسلسل يتشاف. طبعا قناه المحور انا شايف انها بتعمل ابجريد وطالعه بشكل كويس جدا، لكن طبعا لما بتبقى قناه عامله لوك جديد بتبقى اكيد مش زي القنوات اللي اوريدي بقى لها فتره في مكانها. فبيبقى اكيد المسلسلات اللي على القنوات اللي هي بقى لها فتره قاعده يعني متواصله مع الناس بشكل دائم، بتلاقي اكيد عليها نسبه مشاهده اكبر، وده اكيد بيساعد المسلسلات اللي معروضه عليهم يعني بشكل اكبر. يعني بالاضافه اللي قلت لحضرتك فكره توزيع المسلسل على اكتر من دي، كلها عوامل اكيد بتساعدك بشكل كبير في انك تنجح مسلسل اكتر، او لما بتبقى مش موجوده قوي فبتقلل فكره المشاهده الكبيره بالنسبه للعمل، فبتحتاج انت منك مجهود كبير جدا جدا عشان تقول انا اهو موجود وسط المفرمه اللي بتبقى موجوده. بس فانا يعني اكيد ببقى حابب فكره التوزيع للمسلسلات على قنوات كتير.